الشيخ مورو يكثف من الخرجات الإعلامية ديالو ويغتنم كل فرص باش يرجع أولاده للطريق وينصحهم في أفضل طريقة عمل. المواطنة والإسلام والنموذج التونسي المنشود هو محور المحاضرة اللي ألقاها الشيخ عبد الفتاح مورو في مؤسسة تميم للبحث العلمي بمدينة زغوي. وأكد عبد الفتاح مورو أن الشعب هو الوحيد المخول باش يختار نظام الحكم اللي يناسبه ولن يرضى بفرض نظام عليه، وهذا هو المعنى الحقيقي للمواطنة. المواطنة تطلب شعور بأن الذي يجمعنا هو انتماء، أن ذلك يقتضي تقديم الواجبات على المطالبة بالحقوق، وأن ذلك يقتضي المشاركة، وأن ذلك يقتضي أن يكون قرارنا بأيدينا. وبالنسبة لموضوع التنصيص على العمل بالشريعة الإسلامية، مورو كما العادة كان موقفه واضح. هذه قضية آراء مختلفة، يقدم كل صاحب رأي يقدم رأيه يدافع عنه ويحدد مفاهيمه، وإذا استوفى المجتمع بمؤسساته الاجتماعية المختلفة استوفى النقاش في شأنها، عندها نصدر عن رأي لا يختلف فيه الناس. الندوة وفات بحلقات نقاش عبر فيها الحاضرين عن تخوفهم من الفوضى اللي تعيشها تونس والخطر اللي يهدد مستقبل ليبيا جراء الصراع بين اليمين واليسار على مواضيع وقضايا تفرق الشعب التونسي أكثر من اللي توحده.